ولكن اظن مع السيد الوهبي زعما التوجه العام انه غير مرحب به. ولذا ملي كنتكلموا على التحديات اللي كتستندها الاستاذ ادريسي، تحديات كثيره، والتحديات المفروض على انه المحامي والجمعيه كتدبرها. نحن الان عشيه انعقاد المؤتمر اللي غيكون في الداخله. سؤال، باي حال عاد هذا المؤتمر؟ هو في الحقيقه هذا المؤتمر اثار جدالات وقبل حدوث هذه الازمه، لانه حدث واحد التطور غريب في ظل هذا المكتب. كانت جميع الهيئات تتسابق من اجل تنظيم المؤتمر في داخل نفوذ هيئاتها. الان في البدايه لم تكن اي هيئه تريد ان تنظمه. ربما هناك اسباب تنظيميه، ربما اسباب ماليه بالاساس، لان الهيئه التي تنظم في الغالب انها تتحمل واحد القسط وافر من التنظيم، الى غايه انه فعلا كان هناك مقترح تنظيم هيئه المحامين باكادير، التي اوجه تحيه خاصه للنقيب خليل والنقيب وهبي على العمل الجبار الذي يقومون به وبحسن التنظيم وعلى اللوجيستيك وعلى التدبير الممتاز الذي قاموا به في التدبير وتحضير هذا المؤتمر ولا في باقي الندوات والمؤتمرات التي يقومون بها. بالتالي الان نحن امام حك المؤتمر، هل سيكون مؤتمر سيتم تناول جميع المواضيع التي تناقش في داخل اللجان بصفه عاميه عاديه، ام ان موضوع الضريبه هو الذي سيناقش فيه فقط؟ لان هذه مساله جد خطيره، لا سيما ان مجلس الجمعيه سيكون له دور كبير في تأطير النقاش داخل هذا المؤتمر وداخل لجانه. ربما اللجنه، لان كان مجموعه من اللجان، اللجنه المهنيه، لجنه حقوق الانسان، لجنه المراه، اكيد على ان اللجنه الاجتماعيه، اكيد على انه ربما الكل سيتجه الى اللجنه المهنيه التي فيها القانون ديال الضريبه والقانون ديال المهنه والقانون سميتو، غيكون نقاش حاد. نتمنوا على انه رغم الحده ديالو، رغم الاختلاف اللي بيناتنا، رغم ربما الجانب النفسي السيء اللي ولا طاغي على الساحه المهنيه، نعم، ايضا رغم التشرد التنظيمي، ورغم التشرد الان مثلا هيئه ديال الدار البيضاء اعلنت مقاطعتها، هذه هيئه اللي تمثل واحد رغم كبيره، رغم ان اعلنت رجوعها الى الجمعيه في مؤتمر في مجلس ديال الجمعيه في بوسكوره، ولكن ونحن لا نعلم السبب الاساسي، رغم ان هذه المحطه ديال الداخله يمكن ان تعتبر محطه مهمه لتبادل النقاش والاختلاف، ولكن في الاخر نتوحدوا على افكار اللي نقدروا ندبروا بها في المرحله في المستقبل. ولكن مع ذلك انا اقول على انه هيئه الدار البيضاء ولا احد يمكن ان يزاد على نضالتها وريادتها المهنيه على المستوى الوطني، ولكن اقول على ان مواقفها الاخيره كانت ذات طابع سلبي على الجانب المهني، وعلى انها ربما ساهمت في هذا التشرذم وفي تعميق الازمه، لانه لو توحدت مع باقي الهيئات، لو كانت فاعله داخل مكتب الجمعيه منذ البدايه، لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه. ولذلك هي دعوه لهيئه الدار البيضاء، ولو ان مازال لنا يومين على المؤتمر، ان تعيد التفكير في رايها وان تشارك وان يكون فعلا محفل للاختلاف، للنقاش، لتدبير الامور وفق ما تفرضه المصلحة المهنية وما تفرضه مصلحة المهنة، التي يجب أن نكون دائما نضعها في الصف الأول، بعيدا عن أي حسابات شخصية، عن أي حسابات انتخابية، عن أي حسابات ضيقة أخرى، أن تكون المهنة أولا والمهنة ثانيا والمهنة أخيرا. يعني واش ممكن نقول بأنه جوج احتمالات أمام المؤتمر، يا إما أن يكون مؤتمر لحل الأزمة أو لتعميق الأزمة. أكيد أكيد، ولذلك نتمنى من السادة النقباء والسادة أعضاء المجالس الهيئات الذين يشكلون مجلس الجمعية وباقي المؤتمرين أن يكونوا ربما أكثر إيجابية في التعاطي مع هذه القضايا، وأن ندع ما أمكن الخلافات والنقاشات ديال التخوين والنقاشات ديال 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 التبئيس والنقاشات الأخرى التي لن يكون منها أي طائل، وأن نركز فقط على المهنة. النقاش يجب أن يكون المهنة أولا وأخيرا، وأن نسعى دائما إلى تجاوز الخلافات، الأحقاد، الحسابات. نحن في مرحلة حساسة، يجب أن تكون المهنة هي الهدف الأساسي من وراء هذا المؤتمر وهذه التوصيات اللي غادي تكون فيه،
ومواجهة هذه المخططات التي ضريبة ما ليس فقط إلا حلقة أولى من ضمن مجموعة من الحلقات التي ستكون موالية. ولكن كيفما كان الحال فأيضا الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، الدولة يجب، الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، لأنها تضع قطاع جد حساس في يد شخص لا يدخل في إطار طينة رجال الدولة الذين دبروا هذه الوزارة وكانوا بالفعل أناس يتحملون المسؤولية ويضعون مصالح جميع الأطراف داخل الميزان ويقدمون دائما حلول تكون مرضية. أما أن نضع قطاع حساس وحيوي في يد شخص غير مسؤول فهذا الأمر قد يؤدي إلى كارثة ليس فقط على مجال العدالة ولكن حتى على المجالات الأخرى. وهي رسالة أؤكد فيها واحد المقال اللي سبق أن دونته، وأننا في الحاجة إلى إقالة وزير العدل، لأن بإقالته سنخمد هذا الحريق وسنستطيع أن نجد أرضية من أجل النقاش والتفاعل بكل إيجابية. ونحن كمحامين مستعدين لجميع الحلول، فقط أن نحافظ على كرامتنا. هل الوزير غادي يكون في الجلسة الافتتاحية ديال المؤتمر؟ هل وزير العدل مرحب به أم غير مرحب به في المؤتمر؟ في الحقيقة هو لم يسبق لأي وزير أن تخلف عن أي مؤتمر، ربما حتى كان واحد الاحتقانية من الوزير رميد في السعيدية وتم تدبيره، كان هناك واحد الاحتقان قطعت العشاء وتم تدبيره. ولكن أظن مع سيد وهبي زعما التوجه العام أنه غير مرحب به، ولذلك أنا لازلت لا أعرف هل سيحضر أم لن يحضر، ولكن إذا حضر فسأعتبرها جرأة كبيرة منه، وعلى أنه استحق تهنئته على جرأته، مع العلم أنه ما سيجري لا يعلمه إلا الله. سيد إدريسي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مرحبا بارك الله. مرحبا بصير.